ونقول بسم الله ونبدأ وصفتنا اليوم مميزة ومختلفة، اللي هي ثمار البحر بالكريمة. قدمتها مع الروست بيف والخضار المقلبة بجانب الأرز. عندي سمك فيليه منظف مقطع وربيان سكالوب بحري. هون عندي قدر أضفت فيه زيت زيتون وزبدة، راح أضيف عليهم الربيان، أقلبه مجرد ما ياخد لون راح أشيله، وراح أضيف مكانه السكالوب البحري برضو نفس الشي، راح أقلبه بس ياخد لون بسيط، برجع برفعه كمان من النار، وبنفس القدر راح أضيف زبدة وزيت زيتون وبصلة ناعمة. راح أضيف البصل الناعمة أقلب لحد ما تدبل، بعدين راح أضيف 3 سنان ثوم مدقوق وأقلب، وأضيف جزرة مبشورة وعرق سلري مفروم ناعم، معلقة طحين. أضفت عندي هون علبة دبل كريم وعلبة قشطة، وبحرك. بعدين برجع مرة تانية برجع الروبيان وبضيف السمك وبحطهم في جاط للفخاص بالفرن. طبعا أنا هون أضفت بهارات، اللي هي مو بهارات بالأحرى، عندي بقدونس مجفف وأوريجانو وفلفل أبيض. هون آخر شي بعد ما أضفتهم في جاط بجاط الفرن حطيت الاسكالوب رجعته، وحطيت معلقتين جبنة بارميزان دخلتها، وهي شكلها النهائي. في مقلاة على جنب حطيت زيت زيتون وحطيت شوية زبدة، وقلبت الروست بيف مع فلفل أسود وملح فقط، بس مجرد أخذ لون. في نفس المقلاة قلبت البروكلي مع الجزر وقدمتهم مثل ما انتو شايفين. هاي الشكل النهائي، الرز مع الروست بيف والسيفود.